بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أمواج تحت المحيط. أنا تكلمت عن هذا الموضوع كثير، بس راح أعطيكم معلومات أكثر. آية عظيمة كلما تذكرتها أتذكر عظمة الخالق سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أو كظلمات في البحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. سورة النور آية 40. يشبه الله أعمال الكفار برجل يعيش في أعماق المحيط، حيث تتغشاه الأمواج العميقة من فوقه، ثم هناك طبقة ثانية من الأمواج على سطح الماء، وفوق هذه الأمواج سحاب كثيف يحجب ضوء الشمس، فهو يعيش في ظلمات فوق بعضها ظلمات أيضا. هذه الآية العظيمة حقيقة علمية لم تنكشف يقينا للعلماء إلا في نهاية عام 2007، ذلك من خلال اكتشافهم لأمواج عميقة في المحيط يكتشفونها لأول مرة، تختلف عن الأمواج السطحية على سطح الماء، أي أن هناك موج عميق وموج سطحي، وهو ما عبرت عنه الآية الكريمة. يقول تبارك وتعالى: موج من فوقه موج. وقد تفاجأ العلماء بهذه الأمواج التي أكدوا أنهم لم يكونوا يتوقعون وجود هذه الأمواج. سبحان الله، لو أنهم اطلعوا على القرآن لعلموا بها وأدركوا أن هذا القرآن هو الحق من الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.